كروس ساوند أو صوت الصليب هو أول مهرجان شامل لجميع الفنون. المهرجان نظم في مدينة فايتا التي تبعد ب 150 كيلومتر عن العاصمة المجرية بودابست. هي ثلاثة أيام للإبداع والحداثة في الموسيقى الشعبية المسيحية والمبادرة الفنية، والقصد هو جذب الشباب وتقديم لمسة جديدة وإعطاء البديل للشباب المسيحي في رومانيا وأوروبا للمتعة دون كحول. هذا المهرجان يجمع كل الطوائف، من المهم جدا أن يكون الجميع هنا، والبعض لديه مشاكل مع الكحول. من الأشياء الجديدة التي أتى بها هذا المهرجان هي منع بيع الخمور ومنع العلاقات الجنسية لغير المتزوجين. عادة المهرجانات من هذا النوع تتميز بالغضب وحالات تسمم. منظمو المهرجان يؤمنون بإمكانية تحقيق النشوة دون كحول.